انتقادات لاذعة تواجهها ماليزيا لطريقة تعاطيها مع أزمة الطائرة المفقودة، وخاصة من عائلات الركاب الذين اتهموا السلطات وشركة الطيران الوطنية بتقديم معلومات مضللة. لقاء عاصف جرى بين وفد ماليزي حكومي وعائلات الركاب الصينيين المفقودين في بكين. وزير النقل الماليزي صرح في محاولة لتهدئة الأجواء: أعلم أنه من الصعب جدا تقديم الإجابة على السؤال أين هم الركاب وأين هي الطائرة، حتى الآن لم نتمكن من الحصول على الإجابة. وجابت 5 طائرات المجال الجوي جنوب المحيط الهندي بحثا عن جسمين طافيين رصدتهما الأقمار الاصطناعية، قد يكونا للطائرة الماليزية التي اختفى أثرها قبل 2 أسبوع تقريبا، وكان على متنها 239 راكبا.